السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار ان شاء الله نقدموا واحد موضوع ديال ما هي الشهور، شهور السنة التي يمكن فيها تحصين الأرانب. ده كما كنعرفوا يعني بالنسبة للمبتدئين كل شيء كيخاف من هذه القضية ديال التحصين، يعني ملي كيسمع التحصين كيقول بلي راه كاين شي حاجة مع اسمه هو التحصين ديال العام كامل، شنو هو الأمراض، شنو هما. بالنسبة للتحصين راه ساهل ماهل، يعني بالنسبة للطريقة ديال التربية ديال الأرانب الواحد ما يخافش. يعني كل مبتدئ، أنا كننصح كل مبتدئ أنه يتبع فيديوهات في هذه القناة أو في قنوات أخرى ويشوف شنو هو التحصين. التحصين عموما راه كاين جوج ديال الأنواع ديال التحصين. التحصين ضد التسمم الدموي، والتحصين ضد التسمم المعوي. التسمم الدموي هو الشائع، يعني هو اللي كيمرضوا به الأرانب بزاف. يعني ملي كيموت الأرنب الله يحفظ كيسيلو الدم من نيفو. أما بالنسبة للتسمم المعوي هذاك معروف، كيولي كيكون عنده الأرنب، يعني كيبقى يجري في واحد الجهة كأنه خائف من 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 شيء ما، وتا كيطيح، يعني قدام كيطيح. كاين نوع اخر كيسيلو الماء من 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 اللور ديالو. اذا شنو هو الانواع ديال التحصين وسمو هما الشهور اللي ممكن اننا نحصنوا فيها؟ كاين ثلاثه ديال لا 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 الشهور اللي هي اللي كيكون فيها الامراض. خص اي مربي ديال الارانب يكون على بال بهذه القضيه ديال الشهور اللي كيكون فيها لا 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 الامراض. اذا اول شهر هو شهر 3، تابعوا شهر 6، وتابعوا شهر 9. إذن عقلوا معايا إخوان، كاين شهر 3 و 6 و 9، هادو كيكون فيهم الأمراض بزاف، وأغلبية كيكون فيهم الأمراض ديال التسمم الدموي. يعني هذاك الشيء كيكون في يعني في الجو، ما يمكنش ماشي حنايا قضيه ديال التنظيف او نقولوا جراب او لا، هذوك ولا كوكسيديا، يعني كوكسيديا او الكرولسيديا، لا هذاك الشيء كلشي امراض هذيك كتجي في الحين، يعني من اخطاء ديال المربي. اما بالنسبه لهاد الشهور ديال شهر 3 وشهر 6 وشهر 9، هادو كتجي فيهم واحد الامراض يعني فيروسيه ما يمكنش حنايا نشوفوها بالعين، او نكونوا حنايا اللي خطانا باش 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 درنا هذاك 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 المرض. لا، بالنسبه للاسماء ديال الادويه معروفه، يعني كاين كونيبرافاك. كونيبرافاك هو ابره ديال التسمم الدموي، كتضرب فوق العنقره، يعني كتجبد اللحم وكتضربها تحت الجلد، يعني فوق العنقره، يعني فوق العنق. كاين التسمم الدموي هو هذا. كاين تسمم معوي، الناس اللي بغاو يضربوا ليبرا كاين سميتها سيفافاكس. سيفافاكس الناس اللي بغاو يديروا السيرو، حتى هو رخيص في الثمن، راه ديما كنهضر عليه هيباغينول، هذا راه عاد ولا متاح في الصيدليات، وراه كلشي المربين استعملوه وراه داير بحالو بحال تي بي اس تيغي تي ام بي تيغي اس. تي ام بي تيغي اس هذاك دواء، يعني ملي كتشوفوا الارانب ديالكم بداو يمرضوا من الكرش ديالهم، الناس اللي كيعطيو الاشياء الخضراء، كديروا هذاك تي ام بي تيغي اس. اما التحصين هيباغينول، هيباغينول كتبدا بي اش هيباغينول. الناس اللي محترفين راه كيديروا هاد الادويه. الناس المبتدئين ما يخافوش يقولوا باللي راه كاين شي انواع اخرى من الادويه، ولا راه هادو هما الادويه المتاحه اللي كاينه في السوق، يعني بالنسبه في المغرب هذا هو الادويه اللي كاينين. بالنسبه للمصريين او سوريا او الخليج يقدر يكون عندهم ادويه اخرى، ولكن نفس التركيب. هما عاد بالنسبه للمصريين عندهم القضيه ديال ماشي ادويه، وانما الاشياء ديال الخصوبه، يعني معادن بحال ثنائي فوسفات الصوديوم، ثنائي
فوسفات الكالسيوم هادو بالنسبه للخصوبه اللي كتكون هي داخله في المكونات ديال السيكاليم. نتوما بالنسبه كمبتدئين ما تديرونجوش راسكم بهاد الاسماء كامله. كاين جوج ديال الادويه اللي هي عباره عن ابره كتضرب من سنه لسنه، هي كونيبرافاك. وكاين بالنسبه للتسمم المعوي كاين هيبارينول. هادو جوج ادويه دابا حاليا راه ما تنساوش ان شهر 3 قرب، يعني في بالنسبه للابره ديال كونيبرافاك راها ملي كتضرب كتبقى 15 يوم عاد باش كتشد، عاد كيبان الفعاليه ديالها. يعني الناس اللي ما ضربوهاش في الشهر 3 تسناو حتى شهر 3 وعاد ضربوها، راها خاصها تكون في شهر 2 في النص ديالو باش بحرها تشد في شهر 3. لان شهر 3 راه كيوقعوا هاد الانواع ديال الامراض ديال التسمم الدموي وكذلك التسمم المعوي. التسمم المعوي حاولوا انكم خلفها بحال هذه صافي يديروا لها تقضيه ديال التسمم المعوي. ممكن انكم مره مره تعطيهم الاشياء الخضراء قشور، يعني باش ديبانيو ما تبقاوش غير السيكاليم، لان السيكاليم راه غالي شويه في الثمن. ممكن انكم تخلطوا لهم شويه بالخضرات، شويه بالقشور ديال الخضار، شويه ديال النباتات الخضراء هيبارينول، والقضيه تكون مزيانه ان شاء الله. اذا هذا هو الحلقه ديالنا ديال هذا النهار، يعني الشهور التي تكون فيها الامراض بالنسبه للارانب، شهر 3 و6 و9. شهر 3 و6 و9 حضيو حصنوا الارانب ديالكم باش منين توصلوا لهاد، يعني منين يكون عندكم كثره الولاده الانتاج ماشي تخليو حتى لواحد الوقت نتوما تبقاو غافلين وتقولوا بلي راه القضيه مزيانه وتا ديك الوقت يبقاو يموتوا لكم. حصنوا من دابا باش في هذاك الوقيته ما يموتوش الارانب ديالكم وتستافدوا منهم يكبروا بواحد الطريقه جيده وتستافدوا منهم كلحوم وكبيع. المهم يعني تحسوا براسكم انكم كتربيو ارانب وكتستافدوا منهم. اذا الحلقه ديالنا هي راه سالات. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم ما تنساوناش بزر جيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.